مباراة جيدة تليق باسم النادي الأهلي وتليق أيضا باسم نادي بيراميدز. خليني أبدأ بتشكيل النادي الأهلي، لسه جاي لنا حالا تشكيل النادي الأهلي. في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع من اليمين للشمال أحمد فتحي كباك يمين، وياسر إبراهيم وأيمن أشرف اثنين استوبرين، ثم علي معلول ناحية الشمال. اثنين في وسط الملعب حسام عاشور وعمر السلية، ثم خلف وليد أزارو المهاجم الوحيد ثلاثي حسين الشحات وصالح جمعة وجيرالدو، ده الثلاثي اللي خلف وليد أزارو